لا يمكن فصل ما يجري في فرنسا عن موجة التعاطف العالمية مع ضحايا العنصرية منذ مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة. لم تشأ الشرطة الفرنسية فض تظاهرة السبت رغم أنها ممنوعة بموجب قانون الطوارئ الصحية. سمح لحوالي 15,000 متظاهر بالتجمع في ساحة الجمهورية في باريس منددين بما أسموه عنف الشرطة وعنصريتها ومطالبين بتوضيح ملابسات مقتل الأفريقي أداما تراوري قبل 4 سنوات بعد ساعتين من توقيف الشرطة له. المشاركون في التظاهرة متعددو الانتماءات العرقية. أنا أبيض أتجول ولا توقفني الشرطة بينما توقف أصدقائي العرب والأفارقة. الشرطة تقتل ولا تحاسب مع أنها يفترض أن تحمينا، ما يحدث هو العكس. التظاهر ضد عنف الشرطة ومن أجل ضحاياها مثل أداما تراوري وغيره. بدأ التوتر عندما حضر فجأة الناشطون من أقصى اليمين إلى سطح مبنى يشرف على التظاهرة ومعهم يافطة التضامن مع من أسموهم ضحايا العنصرية ضد البيض، ما أغضب المتظاهرين وسكان المبنى الذين مزقوا اليافطة لاحقا، وسارعت الشرطة إلى توقيف 12 ناشطا يمينيا متطرفا فانحسر التوتر. تظاهرة باريس كانت واحدة من عدة تظاهرات توزعت على مرسيليا وليون ونونت وستراسبور وروان وغيرها. مقابل التظاهرات المناهضة للشرطة وللعنصرية ضد ذوي البشرة السمراء والمهاجرين، هناك من يدعو إلى تحرك مقابل ضد ما يسميه العنصرية ضد البيض. الوضع مرشح لمواجهات بين الجانبين كما يقول متابعون هنا لما يحصل منذ أسابيع. حسين قنيبر، الحدث، باريس.